خلينا بقى ننتقل لحاجة تانية كويسة جدا برضو، بنتكلم عن استغلال دايما أي ظرف بيحصل، بس إن احنا نحاول نطلع منه حاجة إيجابية. كنا بنتكلم عن إن اللجان في النادي الأهلي إزاي بتقدم فعاليات ومسابقات مختلفة، في كان مبادرة كمان اسمها يلا نطلع من الأزمة بمليون حاجة ليها لازمة. المبادرة دي كانت أو بدأت في فكرة إن احنا عندنا كورونا وحظر، بس احنا مش هنفضل قاعدين، احنا عايزين نشتغل، عايزين ننجز حاجات على الأرض، وده اللي النادي عمل والمبادرة دي تحديدا. خلينا نروح نتابع ونرجع نكمل مع حضراتكم. احنا سعداء جدا بوجودكم النهارده ويوم جميل، لانه لحظه التكريم دي كل طفل هيفضل فاكرها كويس جدا. اللجنة العليا عملت مبادرة اسمه يلا نطلع من الأزمة بمليون حاجة ليها لازمة، وكل اللجنة ابتدت تفكر في هذه المبادرة تعمل ايه. يعني احنا الناس كلها قاعدة في البيوت وكان في حظر تجول، الناس ما كانتش بتنزل وخايفين وكده، فبدأنا نفكر، اجتمعت باللجنة الثقافية وبدأنا نفكر فكرة ان احنا نعمل مسابقة من الحاجات اللي ممكن تبدع ويتم إبداعها في المنازل، زي الأدب والشعر والقصة القصيرة والرسم والحاجات دي، وأعلنا عنها وعملنا. طبعا احنا الأول كنا عاملين لينكات كتيره جدا للناس وهي قاعده في الوقت ده تتفرج على متاحف وتتفرج على معارض فن تشكيلي وتتفرج على مسرح وتتفرج على غنى، لكن كان لازم هم يشاركوا كاعضاء يعني يعملوا نشاط، فعملوا النشاط ده بتاع مسابقه الادب والقصه القصيره والشعر العاميه وشعر الغناء وشعر الفصحى. وبصراحه انا ما كنتش متوقع ان عدد كبير كده يشارك، والعدد كبير جدا تقدم وبعتوا على اللينكات على الجروب، منهم المجموعه العظيمه اللي كسبت النهارده الجوائز والتكريمات اللي اتكرمت النهارده. التكريم ده بيعتبر فعلا شهادة تقدير، وهي القصة احنا مسابقة اللجنة الثقافية كانوا عاملين كذا قصة، اعلنوا على يعني السوشيال ميديا وصفحات بتاعة النادي وكده ان في عشان فترة الكورونا اللي احنا كنا كلنا في البيت، ودي فكرة انا يعني بحييهم عليها فعلا، فكرة جميلة ان يبقى في انشطة، كان في طبعا وقت فاضي عند الناس كلها، فليه لا ان احنا نعمل حاجة، وفكرة انها مربوطة بالنادي اللي احنا بنحبه، فدي كانت حاجة جميلة جدا. فطبعا في المجال اللي انا يعني الحمد لله عندي موهبة مش بطالة فيه، فالمجال الثقافي، فكانت اللجنة الثقافية أعلنت إن هيبقى فيه مسابقات مختلفة، كان من ضمنها القصة القصيرة، فاتقدمت والحمد لله كسبت المركز الثاني، ودي حاجة طبعا جميلة جدا. يعني حابب أقول إن احنا المبادرة دي بالذات كانت بالنسبة لنا من الحاجات المهمة في السنة اللي عدت دي. أنا يعني تقريبا اتكلفت برأس اللجنة العليا في آخر يناير، المبادرة دي تقريبا بدأت بعد تكليفي بشهر ونص تقريبا، جت فترة الحظر المنزلي، كانت من الحاجات اللي طلعت من اللجنة العليا واللجان كلها شاركت فيها، أنا سعيد بيها جدا طبعا وسعيد بمشاركة الأعضاء أونلاين. احنا عملنا منصات تعليمية بتوجه الشباب احسن مجالات كورسات ان هم يقدروا ياخدوها ويستفيدوا بوقتهم ويقدروا ان هم يستفيدوا منها وهم قاعدين في البيت من غير ما يروحوا اي حته، واحنا وفرنا لهم في مجالات مختلفه جدا كورسات كتير جدا يقدروا يستفيدوا منها، ويمكن لاقت اقبال كبير عند شباب النادي الاهلي. اسم المسابقه كانت دعم اطباء مصر او دعم من جيش مصر، فكره المسابقه كانت هايله جدا ان احنا ندعمهم لان كانت فتره صعبه قوي قوي عليهم. طبعا فكرتها عجبتني قوي وكان نفسي ان اطلع فكره فعلا اقدرهم فيها واقدر شغلهم فيها.